خرجت الدفعة الأخيرة من ثوار حمص اليوم والمكونة من 7 باصات، وذلك بعد دخول المساعدات إلى مدينتي نبل والزهراء إثر منعها يوم أمس. واختلفت الأسباب حول منع لواء التوحيد دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المدينتين المحاصرتين من قبل الثوار، حيث ذكرت أنباء أن عدد الشاحنات المتفق عليها للدخول هي 12 شاحنة، بينما لم يسمح الجيش الحر إلا بدخول شاحنتين. أما السبب الثاني المفترض فهو اكتشاف أسلحة داخل الشاحنات، ما أدى لإيقاف عملية دخولها إلى المدينتين.